داعش من وصل المناطق مناطق سهل نينوى كلها قام يفجر يهجر يقتل يشنق يذبح كل شيء يسويه. اي كنت متوقع يجون الا يجون، لان ما خلوا بيت اذا ما عندهم معتقل. اي توقعت راح انقتل طبعا. شلون ما كنت خايف؟ انا كنت خايف على جهالي وعلى نفسي وعلى زوجتي وعلى ابويا على اخويا على كل الناس. حتى احنا من طلعنا كنا نخاف من كل شيء، من الطيران، من عبوات داعش، من قناصين داعش، من المنع يمنعونا من النزوح، من كل شيء كنا نخاف. مشيت انا وعائلتي مسافه كيلوين كيلوين ونص، وابويا وياي على عربانه معوق. من وصلت المخيم شعوري كنت كلش فرحان وخلصت من داعش، من عبوات داعش ومن قناصين داعش ومن كل شيء. شعوري أنا مرتاح جدا، أنا وزوجتي وأطفالي مرتاحين من وصلنا مخيم زي الكان وخلصنا من داعش أمان. الحمد لله الحمد لله أمان فول. اليوم استلمنا بطانيات وأحذية لأطفالي من منظمة السامري الصالح، ونشكر هالمنظمة على هالبطانيات وعلى هالأحذية. ما كانت موجودة عندنا. لا احنا من خلصنا من داعش ووصلنا هنا طبعا إلا مستقبل أفضل وأحسن إلي ولأطفالي وزوجتي وكل الموجودين بالمخيم. آمالي وطموحي إنه كل الناس ترجع لأهلها والقراها ويعيشون مرتاحين ومطمئنين وينتهي داعش وقصة داعش.